شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من بالضبط امام محكمه ابتدائيه، المحكمه الابتدائيه لابن سليمان. تحضر معي المباشر كنزه اللي معروفه هذا الايام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي تعرفات كثير وكثير الخادمه اللي كانت خدامه عند واحد العائله في منصورية، وقعوا عليها مشاكل كثيره وخطيره على حساب القوه ديالها. اشنو وقع لاله كنزه وشنو الجديد في القضيه؟ مرحبا بك على قناه شوف تيفي. تفضلي لك. السلام عليكم. الصراحه المسجل ديال الجلسه ماني باقي داكشي، يعني بحال العاده، يعني اليوم عاوتاني كانت غتكون شي حاجه، ولكن ملي ما كانش الحضور ديال الشهود ما غنمشيو دقه دقه. اختي كنظلي اليوم كانت الجلسه، دخلتوا للمحكمه، شنو وقع؟ صراحه دخلنا المحكمه وبقينا شحال تقريبا، يعني عطلونا شويه، بقى تقريبا في ساعه حيت دازو شي وحدين قبل منا شويه. ملي وصلت النوبه ديالنا يعني نادوا المحاميين جاو هما عيطوا لي، عيطوا زعما هما كانوا في 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 السجن وجاو عيطوا لي وجاو حضروا، ولكن انا ما وقفتش حيت عارف اني مريضه. ما بقيتي جالسه وهما قدامك كتشوفي فيهم؟ انا شفتهم. كنت كثير حالتهم صراحه، يعني حالتهم يعني ما نقدرش نقول لك شي حاجه، ولكن المهم كل واحد انا شي ما بغيتش داك الشيء، ما ظلمتهمش يعني، ما بغيتش نظلم ديك الحاله، ولكن انا ما ظلمتهمش، هما اللي بغاو داك الشيء لراسهم، انا ما تعديتش عليهم، ما ظلمتهم يعني، هما اللي داروا داك الشيء لراسهم بوحدهم. انا اصلا ديك الحاله شوفها ما بغيتهاش ليهم، يعني بصراحه انا ما بغيتش نتشاف شي واحد، ولكن ما بغيتش ليهم ديك الحاله، يعني ما بغيتش شي واحد يعني ديك الحاله شوفها، ما بغاش واخا يعدوك ما تبغيش ديك الحاله اللي كانوا فيها هما، ولكن الحمد لله انا ما ظلمت حد، ما يعني اصلا ما كنظلم حد، يعني معروف عليا ما كنظلمش الناس وداك الشيء. المهم شويه فاش داروا المحامين يعني هضروا بين كل واحد عطى داك ديالو، شويه القاضي باش اللي كيعطي على الشهود بالسميات بالسميات، ولكن حتى واحد ما جاوبو، شخص واحد اللي كان حاضر بوحدو. المهم وقال لي عطى الشهاده ديالو اختي؟ لا صراحه ما عطاش، القاضي قال لي ان شاء الله نهار 5/9 يعني عاوتاني يرجع باش يعني باش يعطي الايفا ديالك وصافي. من بعد صافي سالات هذاك الشيء. شحال من شهاده كاين اختي كنزه؟ صراحة تقريبا نقول لك شي 11 هكا كل 10. واش انت اللي قلتي لهم راه هادو هما الشهود، شكون اللي جاوب؟ لا الصراحة انا الشهود كاع ما كبار عليهم شي حاجة، فاش كنت في المستشفى جاو عندي الشرطة ديال بوزنيقة، دارك دير بوزنيقة، سولوني زعما واش عاقل عنوان ديال مراكش. انا صراحة قلت لهم هكا زعما عاقل عليك، زعما ما كنتش كنخرج، ولكن زعما السيدة انت فاش كنت كتبغي تجيب شي كوموند فهمتي، كتقول لهم العنوان وداك الشيء. انا قلت لهم العنوان زعمي، انا سمعتها من خلال السيدة كتقول لهم زعما جيو لنا وجيب لنا العنوان، وانا كنت كنسمعو قلت لهم داك العنوان ومشاو لي زعما سولوا الجيران وسولوا داك الشيء. دابا هما ناكرين اللي كنزه ولا شنو كيقولوا؟ الصراحة هما قدام يعني وكيل العام يعني نقول داك النهار اللي حنا عمرنا البنت ما ضربناها، عمرنا ما قتلناها. عادي زعما عمر ضربناها. ومنين جاك هذا العنف؟ سولهم هذا وقال لي الصراحة هي قالت لي كانت كتخرج زعما الحانوت فاش كت انا ما حانوت زعما ما كنتش كنخرج لي غير كدبات، قالت لي كنت كنخرج للحانوت زعما وكنجي مضروبة، قال لك الساعة زعما داعى البوليس وقلت لها شكون ضربها وشكون دار لها، ماشي غير قالت لك شنو مضروبه دخلت لها، قلت لها اجي عرفتي كل مره كنقول هضري عند الوكيل المالي. الصحه ديالك اختي كنزه؟ الصحه صراحه خويا الصحه ديالي مازال مدهوره، يعني مازال حالتي مدهوره، دابا نيت واقفه وظهري كيدورني يعني عطيني صداع، خاصني ضروري نتمشى ولا مابقاش باكا بزاف وكذا كدورني. هذا التعاطف الكبير جدا ديال الصحافه وديال المواطنين معاك، شنو تبغي تقولي؟ صراحة كنشكر خوتي المغاربة كانوا واقفين معايا، والإعلاميين ولا القضاة ولا الطب، يعني دكتور رشيد اللي واقف معايا يعني الله يجازيه بخير، حتى جروب بانكي طال اللي ديك المدة زعما يدوز معاهم في المستشفى، يعني كانوا كيتعاملوا معايا واحد المعاملة اللي مزيانة بزاف، كنشكر من البار وكنشكر مول الطاكسي يعني خويا دوهات وقف معايا، هو اللي فضل يعني فضل لي كامل في هذا الشيء كامل اللي هنا فيه، ولا سي عبد الله يعني كلهم كنشكرهم. كنشوف الأخ ديالك الوالدة العائلة ديالك واش هادشي ما كيأثرش فيكم؟ قولي شوف فين وصل الوالده مسكينه واقفه ما قداش توقف، مسائل ماديه ترونسبور. الصراحه انا ترونسبور اللي معذبني بزاف، يعني كنمشي حتى العروبيه وكنجيو يعني كل سيمانه حنا غاديين جايين وحال بعيد، ماشي زعما غير هنا ولا يعني تقريبا واحد عندي يعني كاين واحد يعني واحد عندي زعما قريب ثلاث سوايع ولا نص هكا ديال الطريق كتمشي وكتجي وحال بعيد يعني. انا يعني شي ماشي يعني الحاله الماديه زعما ضعيفه ماشي داكشي علاش. ايوا هادشي ما عندنا ما الودن ديالك لاله كنزه كيبقات واليد ديالك كيبقات؟ صح الودن ديالي مازال يعني داكشي باقي فيها، ولكن السمع اللي بعيد قريب بزاف، بقات يعني معاقه هكا يعني هذاك الودن ديالي كما دارت بقى يعني واخا ما كنسمعش بزاف، يعني شديت هادي كاين جاي الصوت بحال بعيد
دابا امتى الجلسه كاينه ان شاء الله؟ ان شاء الله كاين نهار 5/9 هادشي اللي 5/9. شنو بغيتي تقولي للمغاربه اللي ضامنوا معاك؟ الصراحه كنشكر خوتي المغاربه بزاف ضامنوا معايا وقفوا معايا من المنبر، وكنشكر يعني كنشكر الدكتور رشيد بزاف، كنشكر بطاطي سهيل، كنشكر سي عبد الله وكاع اللي وقفوا معايا في هاد يعني في هاد المحنه ديالي، كنشكرهم بزاف وكنتمنى لكم التوفيق.